السلام عليكم. ممكن يكون عندي حاجات محطوطة على كذا لير بينما هما في الأصل لير واحدة بس، تمام؟ يعني ممكن يكون عندي الحيطان الحوايط محطوطة على اي وول، ومحطوطة على وول، ومحطوطة على دبليو ال، فلازم نخليهم كلهم على لير واحدة. فاعمل ايه؟ لو انا شغال بالريبون بروح لللير، هلاقي عندي هنا حاجة اسمها ميرش، تمام؟ أبدأ أختار العناصر اللي هي المفروض تعمل ميرش مع بعض، تمام؟ بفرض إن أنا خدت العناصر ديت، تمام؟ أيا كانت، ممكن تكون الكتابات نفسها كلها محطوطة على كذا لير وأنت عايزهم كلهم على لير واحدة، وبعد كده هتدوس إنتر، وبعد كده هتقول له نيم، أنا عايز أختار الاسم، فبتجيب لي أسامي الليرات أحطهم مثلا كلهم على اللير ديت، تمام؟ فبقول له يس اوكي. طيب، او حاجة تانية ان انا هروح لفورمات، هلاقي عندي هنا لير تول، ولاقي عندي هنا ميرش، لير ميرش، اي قبل الاخير لير ميرش، بتبدأ نفس الفكرة، خلاص هو امر يعني، تمام؟ فبتبدأ تختار اللي انت عايزه، وبعد كده بتدوس انتر، وبعد كده بتقول له ان نيم، وبعد كده تبدأ تختار الاسم اللي انت عايز تحط العناصر فيه، او layer merge mrg layymrg. يبقى انت كده عملت امر merge، تبدأ نفس الفكرة برضه، تختار العناصر وتقول له ان، وبعد كده تختار هتحط العناصر دي كلها او الليرات دي كلها تدمجها في ان layer.